مزحوم بالمحتوى. ف المقطع الاول جاهز كنترول اعطوني اياه. اسمع ما حد مهتم. عرس. انا ما هربت. اسمع. دقيقه ناصر. طلبت اليكم كلكم. ورفض هباس وعبد العزيز. ولكن خصم 9000 اللي على ريان صار 7000. جيزه من جيزه. الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك ويجمل حالك يا ابو ماضي. لكن هذا اللي قدرت عليه. انت بيض الله وجهك، لكن حتى ال 7000 ظلم. ما هربت. دقيقة ما هربت. هي بالعادة ما هربت انا. اول شيء انا ما هربت، عطني ما يثبت. انت تقول اني هربت، عطني اثبات اني انا هربت. 7000 على وش؟ 7000 كانك تقول لك اطلع روح. اجل 14 وش؟ كنا استقال. شكرا. المقطع هذا فيحان راح يطلب ريان خصم عليها 2000 لانها سبعه، عارف ان ريان هارب وضار ان ريان هارب فاطلبها في 2000 وخصمها الجنرال. جميل تمام. معامله باخوياها الهاربين. ابدا مع سالم ولا مع محمد منصور؟ سالم. تفضل تفضل ترجع عندي. ترجع لا لا سالم اخذ وضعيه الهجوم. سالم الان فيحان ك هوست على ما يقولون راح وطلب بال2000 دلعهم كلهم خصم له 2000 ما اطلبه في السبعه. حلو. كانه اقرار من فيحان انه ريان فعلا هارب. اللي قاعد ريان يجحد يقول لا انا ما هربت، ليش يخصم علي 7؟ لذلك ولا عرض دليل. تفضل. لذلك احنا نقول شوف الدليل ما دليل سالفه اين الدليل حق سعود واز على خرطي. المعد اذا قال انت فعلا اذا قال انت هربت انت هربت خلاص. انا 7000 شوي ترى المفروض الثلاثه هذولي لو كنت انا مثلا صاحب القرار الجنرال اقسم بالله لو قلت ثلاثه ذوي استبعاد عشان يصير البرنامج هيبه ولي هيبه. انا اصلا استبعد يا اخي اطلع من ما تستبعد الا وحيد كل 20 يوم. ليه؟ احنا ماشيين على خطه استبعد ثلاثه اقرص 4 خلهم تاكل على الله. هنا التغيير، هنا التجديد، هنا التحديث، هنا التطوير. استبعد ثلاثه معهم مقدم مجانا. مقدم مجانا والله صدق. هذا من جانب الجانب الآخر. الجانب الآخر احنا نقول دائما وابدا اطفاء المايك جريمه لا تغتفر. الخصومات خلها على اطفاء المايك فعلا. نعم. يوم قال فيحان اجحد احنا عشنا المسلسل وفهمنا. يوم تكلموا سوا وقال اجحد ما فيحان هباس عفوا قال جحيد وامر بعيد اجحد نسمع. تخيل انهم طفوا المايكات ويسولفون. لذلك اطفاء المايك هو اللي على الخصومات. خل هروب هروب استبعد جوال استبعد يا اخي استبعد ترى ماجد لو استبعد 10 وين القضيه؟ يبقى 14 العدد واجد العدد كثير يا اخي. ما احنا بنقول بنغير بنجدد. نعم. بنحدث. ليش احنا ماشيين على رتم؟ يوم الثلوث نستبعد واحد وبعد 3 أسابيع نستبعد واحد. عزيزي انت تمشي على سيناريو. اذا مشيت على سيناريو هذا ليس برنامج لا واقع. تروح بعيد بكمل سالم واقع. لا تروح بعيد انا بشغل لك المقطع عشان مره واحده تعلقون عليه. تفضل تفضل شغل المقطع الثاني. المقطع الثاني هذا يعني ضرب بقرارات الجنرال جال الحائط. شغل لي اكيد خصم انا وريان 2000 صاحب القرار من الاخر احرق عليكم. صاحب القرار يدور شو على ظهور المتسابقين انت بس هذا هو عجيان يقول صاحب القرار يدور شو على ظهور المتسابقين. ما هو فاهمين المقطع هذا. نواف الاكلبي وش يقول؟ يقول انا ما علي من خصمه ولا قام عندي قاعد واعلى ما في خيره يركبه. انا بطلع من يقول نواف الاكلبي وبطلع ثاني مره. قال حاتم وانا معك يعني حتى خصمه ال2000 ما شكلت عليه. كمل سالم بنتقل لمحمد منصور. هو صادق هو فعلا 2000 يعني مي بشيء. عدم حضور الصلاه 1000 كلهم مو بحاضرين مثلا وقت بيصيروا نفسه ولا انزل منه. لذلك عجيب مو فاهم يقول صاحب القرار يسوي شو. كيف يسوي شو؟ ما تجي اللي يسوي شو يا عجيان علمك من هو؟ جي يوم انا في البرنامج جاء امس بفقره عبد العزيز الزهراني وعبد العزيز الزهراني عنده ضيف وكانوا يشيلون الشباب شيلات. جاء عجيان قال انا اخالفكم الراي اشوف ان هذه فقره دينيه والمفروض ما فيها شيلات. اوه والله العظيم دقت بلوت والله وجه الضيف دقت بلوت. ها صاحب القرار يسوي شو؟ العبوا بلوت راعي الكرك راعي الكرك جالس على حساب هذا اللي على حساب اخوياه. ابو حزام ممكن اقاطعك؟ قاطع. اسالكم بالله كمشاهدين هذول متسابقين يستاهلون
ان نجي ونحضر تسألون التشجيع. هذول متسابقين جايين برنامج يبون يحققون طموحات، يبون يحققون اهداف، يبون يحققون احلام. جالسين نتكلم في اخطاء لهم، جاي يدقون بلوت هذا راقد وهذا زين كرك قاعد يحلم، وتجي تجيني بالهاشتاج تلومني تقول يا اخي ضغطتوا عليه. اجواء عرس هذه، اجواء عرس، اجواء عرس، اجواء عرس، مهزلة. بعد العرس مهزلة. نقطة مهزلة، مهزلة جدا. نقطة عجيان بس اعطنيها الان يا اخي. والله اقسم بالله شوف شوف الضيف طلعت انا داخل برنامج متاخر امس وواجه عبد العزيز الزراني. عبد العزيز الزراني هو اللي نبهني، قال شوف الرجال ترى مستاء من عجيان اللي هو صالح السحمان. ايه يقول مستاء من عجيان على كلمته. يعني انت تعلمهم يا عجيان، تبي يعني تبيعهم على الهواء، تبي يعني تحرجهم. لا تحرج المقدم ومع ضيف، لا تحرج. يقول يقول هذه فقرة دينية، ليش تسمحون لهم يشيلون شيلات ومع ضيف والضيف يناظر يقول تبي طيب، لأن الضيف طالب شيلة. قال أنا أرى أن هذه فقرة دينية ما فيها شيلات. وش فيها؟ فيها بكام؟ ما أدري شيء، ما أدري شيء بابن الحلال، عجزنا نفهم حنا. ويقول صاحب القرار شو، ولو إني من صاحب القرار قلت أنت يا عجيان أنت طلعت برايم قبل الموسم. تكفيه، ما قال في وجهه، تكفيه عقب راح للبيت صاحب القرار. إيه فعلاً، ما قال في وجهه. صح صح. إيه عقب راح للبيت. صح صح. يخافوا. طيب يا سام. طيب زعل الضيف. وكلمت عبد الزراني بغلا، قلت جات في خاطر الرجال، قال لي والله جات في خاطره. وجات في خاطري حتى أنا هالحين. حتى إحنا. كسح يعني بالعربي كسح الضيف. خلاص. عجيان كسح الضيف. هو ضيف على المتسابقين مو بعد. ضيف علينا كلنا. كلنا. الضيف. والله اني كنت بتكلم عن موضوع بس انا استذكرت شيء قبل ابو منصور. تذكر في الجزء الاول البارت الاول السكريبت ايه، واحد من المتسابقين قال لا تخلونا انتبك انتبك على الشاشه. هذا يقول لك فقره دينيه ما فيها شيء. كانت مبادره من عقاب جميله سبحان الله. شوف يعني يختلفون عيالهم مو سوا. ما عليه يا اخوي عجيان، ممكن صاحب القرار، ممكن حنا، ممكن كل احد في البرنامج هذا بعيدا عن كونكم متسابقين يسوي شو ممكن، بس اللي مو بزين واللي مو ممكن انك تسوي شو على حساب اخوياك. نعم، خذها نصيحه منا. كيف قاعد بتاخذها ما تبيها، وهذه مستقبلا يعني ان شاء الله هتكون لكل من يبغى يشارك في برامج الواقع، خصوصا المؤمن بروح المجموعه. انت ما انت بتلعب كره تنس لحالك، لا انت معه في تيم، واللي يعيش مع الفريق والتيم ترى لها علم، لها عرف، له اشياء لازم انك تصير فيها. انت اذا تلعب لحالك بكيفك الانانيه تصير عادي، اشياء كثيره. اما اذا كنت مع مجموعه اعرف المفهوم هذا، مفهوم انك كيف تعيش مع رجال، كيف تعيش مع ناس واجد. كل الشباب هذول يبغون ياكلون مثل ما انت تاكل، كل الناس ذول يبغون يسوون شو مثل ما انت بتسوي، لكن كيف هنا تختار الوقت المناسب، تسوي الاشياء، تعمل على روح الايثار، تخلي عندك تسامح، تخلي عندك فرحة. أوكي ممكن يدخلك شيء إنك ودك إنك صرت مكانه، لكن مع الأيام صدقني بإذن الله. أصلاً حتى في لما توي في مقولة يقول لك كن يعني كن نبيلاً حتى في المواقف التي لا يراها أحد، حتى اللي ما تدور الناس يشوفونها خلك نبيل. سبحان الله تصير تتأقلم شخصية حتى في الأشياء الموجودة، مثل عبد الله الروقي مثلاً. فلكن النبلاء عجيان، أي عجيان غريب التصرف هذا، أتمنى أنه من غير قصد. سووا كل شيء يا متسابقين، القرية بكل ما فيها سووا شو معي علي أنا، سووا اللي تسووا إلا على زملائك يا أخي، إلا على أخوانك اللي معك. أستغربها والله من عجيان، وأطالب من هذا المنبر باستبعاد عجيان المري الآن. يتخذ القرار المفروض بسرعة، الضيف خط أحمر. لا تساوم يا أخي على موضوع زي كذا. انا شيء وش تبينا نسوي؟ طيب وش اللي فقره دينيه؟ ما يجوز الكلام هذا منك يا رجل، اسقاط غير مو في محله يا ابن الحلال. لا تعطينا وضعيه يعني كيف، هل فيها شيء الانشاد لما الواحد يغني بصوته؟ اذا الجمهور عنده يعني لبس او عنده ان الضيف ما زعل يكلم عبد العزيز الزراني الان. عبد العزيز راح يعشي الضيف. خط احمر، كلامك محل ثقه ابو حسين، ايش دعوه نشكك فيك. خط احمر تجاوز غير مقبول. تفضل ابو منصور كمل. خط احمر، الموضوع هذا سيء جدا، المنظر يعني ما كان زين، وفي احراج الضيف، وهذا خط احمر. هذا لازم، هذه اشياء لازم نضعها يعني قوانين صارمه اصلا. دايركت على طول طلعوه. عجيان اخطيت من غير قصد، تبي تعتذر هذا شيء راجع لك. خلاص المقطع راح. كيف نجيب لك المشاهدين اللي شافوا الفقره ذيك؟
اذا تعتذر يعني بتكون اي شيء نقوله نسويه خطا وبعدين نعتذر لا مو صحيح. الشاشه هذه شاشه انت كبير عاقل بالغ تعي ما تقول تعي ما تفعل فانت لابد ان تحاسب. نصيحه اخيره في هذا الموضوع والعدني بقايل لهم انا توقعت اني بجتمع معهم تحت الهواء لا يا رجال اتركهم يا رجال بقولها لهم على الهواء اتركهم وهذه نصيحه تبون تنجحون ها كل شيء صعب الامور كلها سيئه اللي انتم تقولونها يعني في شيء واحد لو تسوونه والله رب البيت اول شيء انتم متندمين اذا ما زان اذا ما زانت الخطه دي ما انتم متندمين وان زانت بتكون تاريخيه في عالم برامج الواقع كل النسخ اللي مرت في كل القنوات من اخر 3 سنين تقريبا كلها تصنع فيها قصص على المتسابقين بينهم بين عشان يطلع محتوى يقدم لفقره النقد فقره النقد تصدر هذه الزعزعه يصير فيه قرار استبعاد اعطيكم الخطه النهائيه هذه كانت التكتيك والتكنيك والتكنيك ها سووا مشاكل بينكم تطلع على السطح نجيبها احنا محور يستبعدوا فتكمل القصه اذا والله وانا اقولها صادق متجرد من كل شيء اذا كانت تبون تسمعون الدنيا بنسختكم خلوكم يد واحده حبوا بعض حتى لو ما تحبون بعض جاملوا جاملوا ما عاد بقول له شهروا عليها جاملوا بعض مشوا الليله على الهواء اي احد يبي يضرك ويدخل بينكم يقول وقف ستوب خط احمر انا ما لي مفشل خوي على الهواء ما هي بزينه والله نسويتوها ترى النسخه اللي قبل من زمان ما اذكر متى اخر نسخه كانت يعني يد واحده الا كان اخوان شو اسمه الله يذكرهم بالخير اخوان مسلط اخوان مسلط تقريبا اخر نسخه كانت مع انه لا صار فيها تاتشات وكذا كان فيلم انتم اصملوا دام ما بعد قبعت بينكم ذيك القبعه خلوا القبعات الاول الجزء الاول انتهى هذه نصيحه وهذه خلطه النجاح اذا بغيت تسوونها سووها ما بغيتوها بصرك يعطيك العافيه منصور زملائي النقاد اذكركم ان كل واحد معاه 200 نقطه لحق نوزع سواء في الحلقه او عن طريق غير قبل ولا يعني كل يوم لك 200 نقطه كل يوم لك 200 نقطه يعني البارح اللي غير اللي قبل البارح اي بس ما وزعتها انت لا ما ادري ليش شوي في تويتر بنزل السته كلها عموما كل واحد له 200 نقطه في تويتر على المتسابق اللي يستحق واذا ما بغيت اعطيها احد ها واذا ما بغيت اعطيها احد خلها لك اي كيفك بصرك عبد الله حاتم ونواف الاكلبي يقول ما هم من الخصم نبي نطلع وعلى ما في خير يلا هذه شوالف هذه سوالف ولا عندهم غير هذه ولا وان شاء الله انهم يسطون عليها ويقدرون عليها هذه سوالف وهذا تصميم عاجل سريع جدا في التيك توك هم ميزتهم فرق دعمهم ما ترقد الاثنين دولي فمحترامي لهم طبعا ما عندهم سالفه وتحداهم تحدي عقب الجنرال امس تكلم تحداهم تحدي وللمعلوميه فقط الجنرال فيما يخص المخالفات هذه ما زود ما هو منقص صح ال 2000 اللي اخذته قالون صادق معها حب وكرامه ومصافح هيدي لكن اللي عقبها لا اتحدى حاتم ونواف الاكلبي من هنا لين يجي الجنرال المره الجايه يطلعون على شو اسمه على الاسطح هم وغيرهم يا سلام وبس سلامتك طيب بدي اعرض مقطع ودي تعلق عليه زائدا تعليقك على